السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي بي ام ماكسيمو اي اي ام اللي هي انتربرايز اسيت مانجمنت، اللي هو ادارة الاصول. ده بيعمل عمارة الاصول والمخازن، بحيث ان هو بينظم مواعيد الصيانة والاعطال وشروط التخزين وصلاحات الانتهاء. طيب لو انا جيت هنا على مانج انفنتوري وابدا هنا اضيف التايب، الداتا، الورك اوردر، الايتم ديسكريبشن وهكذا، وابدا احفظ المعلومات ديت. طيب اقدر اجي هنا، ده الستورم روم، ده المخزن، المخزن بالشكل دوت. تقدر تضيف ستورم روم، تكتب لها الديسكريبشن بتاعتها والاي دي بتاعتها وتعملها سيف. تقدر اي واحد فيهم تختاره، هتلاقي المعلومات الخاصة بيه. دي الحاجات الموجودة في المخزن. تقدر تضيف ايتم انفنتوري، سيلكت ايتم، تقدر تعمل سيلكت للعنصر اللي انت عايزه وتقول له ستارت بالانس قد ايه وتقول له سيف.